فاخ وقالوا ليه الحيزابور دي؟ طب كنت اقول لك كنت هستنضف لك. ما تتلم يا وليه بقى. فيلم جريتا ان فرانسيس بتقوله الهويه ولقيتها على الكرسي في المترو، وطبعا الجلاله اخذتها وفتحت الشنطه ولقيت جواها اي دي، لحد في يوم اخذت الشنطه دي وراحت سلمتها للشخصيه اللي هي جريتا. Where is this? I have a bag that I found that I think belongs to Greta Hedag. Oh, bless your heart. Where did you find it? On the subway. واحده واحده مع مرور الاحداث واحنا بنتابع بنشوف ان جريتا دي وفرانسيس بتبتدي تربط ما بينهم علاقة حب وصداقة، لحد ما في يوم فرانسيس وهي في البيت عند جريتا اكتشفت ان في كذا شنطة وجواها كذا اي دي. ده معناه ان فرانسيس جه في دماغها ان هي جريتا عملت الحركة دي كتير في كذا حد. فرانسيس اللي بتقوم بدورها كلو مورتاز انا شايف ان ده احسن اداء ليها من ساعة كيك اس الجزء الاولاني مثلا. الفيلم برضه من بطولة ايزابيل اوبار، دي ممثلة فرنسية انا مش بتعوق في الكلام، هي الممثلة اسمها كده. Oh my god, it's her. Just let it ring. I saw the bags, Greta. And I never want to see you again. من اهم افلامها كان فيلم قال اللي كان نزل سنة 2016 اللي نال الترشيح في جائزة الاوسكار وما كسبتش، وهي ممثلة فعلا بجد من العيار التقيل. انا بصراحة شايف ان الاثنين دول كانوا فعلا لايقين على الدور بالذات الولاية دي. Are you a child? No, you're the child. You need a mother to hold you. Don't you dare talk to me about my mother. She had to die if I asked to me. Are you out of your mind? Look at her. She's full of greeting. She's gone, Frances. لحد ما في يوم فرانسيس قررت انها تقطع علاقتها تماما بجريتا، بس الموضوع زاد عن حده وجريتا ابتدت تطاردها في كل حته سواء في مكان شغلها وفي البيت. قررت انها تاخد بعضها وتخلع خالص وتختفي. Are you insane? في افلام كتيره جدا من نوعيه الافلام دي خصوصا في التسعينات، وكان من اهمها فيلم ديسيفد بتاع مايكل كيتن. كان برضو ما يعتبرش نفس الاحداث بالظبط، بس الى حد ما كان نفس الستوري، ان كان في شخص كان بيطارد شخص وبيحاول الوصول ايه. ما عجبنيش اول اخراج بصراحه بتاع الفيلم، المخرجه نيل جوردن اللي كانت عملت فيلم ان دريمز وذا بريف وان، بس بصراحه التمثيل بجد في الفيلم كان حلو جدا بالذات لايزابيل اوبار. فيلم حلو مش وحش، مش عايز اقول اللي هو الفيلم الواو، بس فيلم هيشدك في الاحداث وبجد ممكن يعجبكم. انا كان من وجهة نظري انا الحاجة الوحيدة اللي عجبتني في الفيلم التمثيل بتاع ايزابيل اوبار. انا شايف ان ده احلى دور عملته كلو مورتاز في تاريخها. قولولي انتوا رأيكم في الكومنتات تحت، كلو مورتاز ايه احلى دور هي عملته؟ ياريت تعرفوني في الكومنتات. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية قريب. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لو عجبتكم الحلقه، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.